الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين ويرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة. الرئيس السيسي يعرب عن خالص العزاء للمغرب في ضحايا الزلزال ويؤكد تضامن مصر مع الأشقاء في المغرب. مدبولي يتفقد سير العمل بالمتحف المصري الكبير ويشدد على ضرورة رفع كفاءة وتطوير المحيط الجغرافي حول المتحف. 9 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، تنعقد فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها في القمة بدعوة من الهند، تسعى مصر لأن تكون صوتا فعالا للقارة الأفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي، وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين. وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيودلهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
وخلال كلمته أمام قمة العشرين رحب الرئيس السيسي بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مشيرا إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما أعرب عن تطلعه لأن تسهم القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي. كما أجرى الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين، وكذلك مع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. الرئيس السيسي التقى كذلك برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم. كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ ورئيس جمهورية البرازيل لولا دا سيلفا. إلى ذلك أكد إعلان قادة مجموعة العشرين على أهمية الحل السلمي وبذل الجهود الدبلوماسية والحوار لإنهاء الصراعات. وشدد إعلان القادة على أهمية متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. كما دعا الإعلان لتسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، لافتا إلى أن القمة شهدت وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية. ولمتابعة قمة مجموعة العشرين ومشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات القمة ينضم إلينا من نيودلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، اطلعنا على المزيد من مشاركات الرئيس ونشاطه داخل قمة مجموعة العشرين فيما يتعلق باللقاءات الثنائية التي عقدت والتي من المتوقع أن تعقد أيضا.
نعم، مشاركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجابية وفعالة ومكثفة منذ بداية صباح هذا اليوم، أولى فعاليات اجتماعات قمة دول العشرين، حيث انقسمت هذه المشاركة الفعالة إلى شقين. الشق الثنائي حيث عقد السيد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه الاجتماعات، تناولت مجمل الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبين رؤساء وهذه البلاد وهذه الأطراف، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري، أو تعزيز التنسيق والتشاور حيال الكثير من المستجدات، خاصة المستجدات الاقتصادية العالمية التي باتت تضغط على حالة الاقتصاد عالميا. هذه اللقاءات تعددت ما بين لقاء السيد الرئيس برئيس الوزراء الياباني أو رئيس جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، أيضا رئيس المجلس الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس منظمة الصحة العالمية، وأخيرا رئيسة البرازيل، ومن قبل هذا اللقاء لقاء جانبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولقاءات أخرى كما أشرنا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر وهذه الدول وهذه الأطراف على كافة الأصعدة، بالإضافة أيضا للبحث في سبل حلحلة عدد من الأزمات السياسية أو الأمنية والعسكرية في عدد من بؤر الصراعات والتوترات. الشق الثاني من مشاركة السيد الرئيس كان في الاجتماعات الرئاسية الهامة التي دارت على مدار اليوم، مشاركة في الجلسة الافتتاحية ومشاركة في قمة أوروبية إفريقية مصغرة. خلال هذه المشاركات كانت الأجندة، أجندة العمل الإفريقي خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي، مطروحة وبقوة على أجندة عمل السيد الرئيس خلال هذه المشاركات في هذه الاجتماعات. أيضا كانت هناك رؤى وأطروحات والتأكيد على الرؤى المصرية حيال الكثير من الأزمات والتحديات، تحديات التغيرات المناخية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، أيضا الجانب الذي يتعلق بدمج الاقتصاد القاري الإفريقي بالاقتصاد العالمي، تسريع معدلات النمو الاقتصادي، أيضا شراكة جديدة وافقت عليها مجموعة العشرين بالموافقة على انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في مجموعة دول العشرين، وهما أكد عليه السيد الرئيس بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، تضع أولويات القارة الإفريقية على أجندة الاهتمامات الدولية، وتطرح أيضا مسار صحيح للاقتصاد العالمي الذي يسعى إلى تحقيق التبادل أو تبادل المصالح والمنافع المشتركة بين دول الجنوب من جانب وبين الدول الصناعية الكبرى من جانب آخر. خلال هذه المشاركات طرح السيد الرئيس وأعاد التأكيد على عدد من المبادرات المصرية، سواء المبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي وحوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تأثرا بالأزمات السياسية من بينها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وصياغة نظام غذائي عالمي يضمن عدم التأثير سلبا على الدول النامية مثل دول القارة الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام. أيضا السيد الرئيس أعاد التأكيد على المبادرة المصرية بإنشاء صندوق للخسائر والتعويضات، تأثرا بالتغيرات المناخية الحادة التي تسبب فيها الدول الصناعية الكبرى، ولكن يعني تحمل الجزء الأكبر من أضرارها وتأثيراتها السلبية الدول النامية. في هذا الإطار دعا أيضا السيد الرئيس إلى مد شراكات اقتصادية تعنى بالتغيرات المناخية لخلق اقتصاد أزرق جديد، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وأيضا دعا السيد الرئيس وأكد على ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها السابقة بخفض الانبعاثات الحرارية وتقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري. في الواقع هذه المشاركات، سواء لقاءات السيد الرئيس بعدد من رؤساء وقادة الحكومات والأطراف الدولية التي شاركت في هذه الاجتماعات، أو من خلال حضور السيد الرئيس للجلسة الافتتاحية وأيضا القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، كانت دائما الشواغل الإفريقية، شواغل دول الجنوب، شواغل الدول النامية على صدر اهتمامات ومباحثات السيد الرئيس الموسعة وأيضا الثنائية خلال اليوم الأول من فعاليات هذه القمة الهامة التي توجت بإعلان
قمة دول العشرين في نيودلهي، والتي أشرت إلى جانب منها، وتبقى أيضا يعني رسم خريطة طريق واضحة لتعافي الاقتصاد العالمي بالشراكة مع اقتصادات الدول الناشئة والبازغة، هي الخريطة التي سوف تعمل عليها الشراكة الجديدة ما بين دول مجموعة العشرين وأيضا العضو الجديد المنتسب إلى هذه المجموعة، نعني هنا الاتحاد الإفريقي. صحيح، على هذه النقطة يعني وجود أفريقيا كعضو دائم داخل المجموعة أصداء ذلك، يعني هناك ترحيب بهذا الأمر من قبل الدول الأفريقية، والرئيس السيسي أشاد إلى هذه النقطة أيضا. أصداء وجود أفريقيا خاصة في ظل تحديات تعاني منها أفريقيا على رأسها التغيرات المناخية كما ذكرت. صحيح، وربما استبق الإعلان عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة دول العشرين دعم غير مسبوق من عدد من الأطراف الدولية، في مقدمتهم الدولة المضيفة دولة الهند، تصريحات كانت في منتهى الإيجابية استبقت عقد هذه القمة، صدرت من الجانب الهندي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد أنه لا نجاح لخطة اقتصاد عالمية تعنى بتعافي الاقتصاد العالمي دون الاستماع إلى صوت الجنوب وصوت القارة السمراء بشكل خاص، خاصة ما يتوفر لهذه القارة من موارد بشرية وطبيعية هائلة تضمن استمرار عملية التنمية المستدامة، وتضمن أيضا شراكة ناجحة ما بين الطرفين إذا ما توفرت الإرادة السياسية، وتوفرت بالفعل هذه الإرادة بإعلان واتفاق الجميع على انضمام هذه الخطوة، وصدرت تصريحات مرحبة للغاية، البعض وصفها بأنها خطوة جاءت متأخرة ولكنها جاءت في النهاية. سيد الرئيس يعني وصف هذه الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، تعمل على رسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي عبر اندماج اقتصادات الدول النامية والناشئة والبازغة في قارة السمراء، وتخلص هذه القمة بربما نتيجة إيجابية للغاية للجانب الإفريقي والصوت الإفريقي تحديدا بقبول عضوية الاتحاد الإفريقي، وتبقى عدد من الآليات التي سوف ينص عليها القرار الذي سوف يصدر صباح غد في شكله النهائي. هذه الآليات سوف تعنى من اليوم التالي مباشرة بتعزيز هذه الشراكة عبر اتصالات مباشرة ما بين الأجهزة المعنية في كلا الجانبين، ومتابعة من عدد من اللجان النوعية لإنجاز هذه الشراكة وتحقيقها على أرض الواقع. نعم إيمان، أشكرك جزيلا على رشوان، كنت معنا على الهواء مباشرة من نيودلهي. هذا وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي قمة مجموعة العشرين تحت شعار أرض واحدة، أسرة واحدة، ومستقبل واحد. وتتناول قمة مجموعة العشرين قضايا اقتصادية دولية من بينها أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغذائي. المزيد مع زميلة شروق عماد. تحت شعار أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد، تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 من سبتمبر، قمة تتناول قضايا اقتصادية دولية من بينها أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغذائي. إذن ما هي مجموعة العشرين وكيف تعمل؟ هذا ما سوف نستعرضه مع حضراتكم. مجموعة العشرين هي منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة وأيضا الاتحاد الأوروبي، وهي تؤدي دورا هاما في مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي. تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، ثم تمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007. وفي عام 2009 أعلن قادة المجموعة أنها ستحل محل مجموعة الثماني باعتبارها منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي. تضم مجموعة العشرين 19 دولة، هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين واليابان وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وجمهورية كوريا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
يمثل أعضاؤها حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم. ركزت مجموعة العشرين في البداية إلى حد كبير على قضايا الاقتصاد الكلي الواسعة، لكنها وسعت جدول أعمالها ليشمل التجارة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والصحة والزراعة والطاقة والبيئة ومكافحة الفساد. تتكون مجموعة العشرين من مسارين متوازيين، مسار التمويل ومسار شيربا، حيث يقود وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية مسار المالية، بينما يقود مسار شيربا المبعوثون الدبلوماسيون الذين يمثلون حكوماتهم في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل انعقاد القمة. وضمن المسارين هناك مجموعات عمل ذات توجه موضوعي يشارك فيها ممثلون من الوزارات ذات الصلة للأعضاء، وكذلك من الدول المدعوة ومختلف المنظمات الدولية. تقود الدولة التي تترأس مجموعة العشرين جدول الأعمال لمدة عام، كما تستضيف المجموعة كل عام إسبانيا رئيس الأسيان، دولتين إفريقيتين هما رئيس الاتحاد الإفريقي وممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نيباد، ودولة أو أكثر من دولة مدعوة من قبل الرئاسة وعادة ما تكون من منطقتها. وسط أجواء صعبة يعيشها العالم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تنعقد الأمال والطموحات على قمة العشرين لعل نتائجها تساعد الشعوب على تخطي التداعيات السلبية لهذه العملية والأزمات الاقتصادية العالمية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع. كما أعرب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في المغرب. هذا وقد أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية، مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة. أكدت وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعب في مواجهة الآثار المدمرة للحادث المروع والمصاب الأليم. وأعلنت الخارجية أن السفارة المصرية في الرباط شكلت خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية حتى الآن. ونوهت الخارجية إلى أنها تواصل التنسيق مع السفارة المصرية في الرباط لمتابعة الموقف على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن. هذا وقد أعلن الديوان الملكي المغربي الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام بعد الزلزال المدمر. إلى ذلك أعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 1037 حالة وفاة، إضافة إلى إصابة 1204 آخرين. دونما سابق إنذار، ضرب زلزال هو الأعنف منذ قرن المملكة المغربية بسبع درجات سجلها الزلزال على مقياس ريختر. تهدمت منازل ومواقع أثرية، وهرع الناس إلى شوارع المدن والأزقة طلبا للحماية. وما زاد من حدة القلق خاصة خلال الدقائق الأولى، تأثرت شبكات الاتصال بما جرى. استعذر على كثيرين التواصل مع عائلاتهم لطمأنتهم وللاطمئنان عليهم. ضرب الزلزال منطقة إيجيل الجبلية التي تضم قرى زراعية صغيرة على بعد حوالي 70 كيلومتر جنوب غربي مراكش. ما زاد الطين بلة أن الطرق الجبلية في اتجاه القرى التي تأثرت شهدت انهيارات للصخور، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. وفي مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المباني في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، فضلا عن سقوط مئذنة مسجد الكتيبة الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش.
ومع فداحة أعداد الضحايا بدأت السلطات تدعو المواطنين للتبرع بالدم، كما أنها تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين، لكن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتاً لمعرفة حجم الأضرار والخسائر. عودة إلى ملف قمة العشرين، حيث وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل لحضور مأدبة العشاء التي ينظمها رئيس الوزراء الهندي للقادة وزعماء المشاركين في قمة مجموعة العشرين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف، وكذلك الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات. وأشار مدبولي إلى ضرورة مواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال الجارية تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وتفقد رئيس الوزراء المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%. كما تفقد مدبولي أعمال إعادة الشيء إلى أصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير. كما تابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم ومنطقة الرماية ومدخل شارع الجيش. كما شاهد رئيس الوزراء أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع التي يجري تنفيذها لإطفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق. هذا وأكدت الحكومة أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شاملة للعقارات المطل عليه والطرق الواقعة أسفله. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين ودورات مياه فندقية وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية وكذلك قاعات سينما، فضلا عن العديد من الخدمات. وفي ختام جولة تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير الهوية البصري على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصري على الطريق الدائري الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، وذلك تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميا. أضاف مدبولي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار. ألمانيا تؤكد أن إعلان قمة مجموعة العشرين يدعم سيادة أوكرانيا، وكييف تبدي استياءها وتنتقد نص البيان. We'll be right back.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلان قمة مجموعة العشرين الذي تم الاتفاق عليه أظهر موقفا واضحا حيال الهجوم الروسي لأوكرانيا، قائلا إنه يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية نص بيان المجموعة، مشيرة إلى أن الإعلان المشترك لمجموعة العشرين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليس شيئا يدعو للفخر على حسب قولها. وتبنت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا تجنب إدانة روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. إلى ذلك اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل روسيا بالقيام بإغلاق المواني التي تتيح عبور السفن للبحر الأسود أو المرور عبر نهر الدنوب. وفي كلمة خلال قمة مجموعة العشرين السنوية في نيو دلهي، انتقد الاتحاد الأوروبي روسيا بسبب الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق في يوليو الماضي بعد عامين من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان الفقيرة. أكد الكرملين أنه ملتزم بشروطه للعودة إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحب منه في يوليو الماضي. من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا بحاجة إلى إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي وليس شركة تابعة للبنك كما اقترحت الأمم المتحدة بنظام المدفوعات البنكية الدولي سويفت. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمنعقد في القاهرة تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، وذلك برعاية الرئيس السيسي. أضاف وزير الأوقاف أن عدد المساجد التي تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد بلغ أكثر من 10500 مسجد في السنوات التسع الماضية، بالإضافة إلى تحسين رواتب الأئمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر، سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أكثر من 10500 مسجد في التسع سنوات الأخيرة. كما أشكر سيادته على اهتمامي وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة ماديا ومعنويا وإكرامه لأهل القرآن. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. قال محمد خالد إبراهيم الطالب بجامعة القاهرة إن المشاركين في جلسات الحوار الوطني ناقشوا كل ما يتعلق بالأنشطة الطلابية والمشاكل والتحديات التي تواجهها. يأتي من ضمن تحديات التمويل والإجراءات وكذلك الوعي بأهمية الأنشطة الطلابية نفسها.
إن شاء الله النهاردة في المحور المجتمعي بالحوار الوطني لجنة الشباب تحديداً الجلسة بعنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة والاتحادات الطلابية. هو في الحقيقة احنا النهاردة جايين نتحاور ونتناقش فيما يخص الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية، المشكلات الخاصة بالاتحادات الطلابية، عارضين المشكلات اللي بتواجهنا كاتحادات وكأنشطة طلابية، كإحنا ناس بتشترك في الأنشطة الطلابية عموما من أول ما دخلنا الجامعة، فشوفنا بعنينا إيه هي المشكلات اللي ممكن تواجه الأنشطة دي وإحنا أعضاء في الأنشطة دي، كمان لما تدرجنا لحد لما بقينا رؤساء الأنشطة دي، فالمشكلات دي ظلت موجودة حوالي 3-4 سنين طول ما إحنا موجودين في الجامعة، مشكلات بقى زي التمويل، مشكلات إجراءات معقدة، مشكلات وعي بأهمية أنشطة طلابية واتحادات طلابية، مشكلات قدرات وبناء القدرات، وسؤال مهم من يقودون الأنشطة الطلابية. قال عبد الرحمن مصطفى رئيس اتحاد طلاب بني سويف إن الحوار الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم عندما قال استمعوا إلى شبابكم. وأضاف أننا تحدثنا خلال الحوار الوطني عن المشاكل بكل صراحة وكانت هناك حلول مقترحة. خلينا بس نتكلم ان جامعه بني سويف عشان نوصل الصوره بشكل صحيح، هي فيها 28 كليه، عدد الطلبه فيها 103,000 طالب، فده طبعا عدد كبير. خلينا نقول ان في نسبه كبيره من المثقفين، في نسبه كبيره من الطلبه اللي اكيد نفسهم يفهموا يعني ايه الحوار الوطني. الحوار الوطني هو خلينا نقول ان هو صوت كل المصريين، صوت الشباب، صوت كل الفئات. معروف دايما عن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو قائد له تاريخ يستمع لصوت كل المصريين. فالحوار الوطني انا شايف ان هو فعلا تنفيذ لكلام الرئيس قاله من فترة كده كبيرة في منتدى شباب العالم، لما قال استمعوا إلى شبابكم شاركوهم أفكارهم، إنما انحيازي للشباب نابع من عطاء لا يتكرر في العصور اللي فاتت. يعني الرئيس بصراحة معانا وداعم الشباب، والدليل بقى على تنفيذ الكلام ده الحوار الوطني. إحنا يعني كل الكلام اللي بنسمعه جوه اتكلموا، مش قولوا الإنجازات، بيقولونا لا اتكلموا وقولوا ايه المشاكل اللي عندكم وهاتوا ليها حلول. احنا زمان كنا ممكن نقول مشاكل بس وخلاص يلا سمعناها وهنمشي، لا دلوقتي بقينا بنقول حلول. لما انا كشاب لسه في الجامعه عندي خبره وحاسس ان انا بشارك مش بس في قضايا في الجامعه بس، لا ده مشارك في قضايا كمان وحلول لتطور مصر، ده بيحركني من جوه، لان الشباب بقى صوتهم مسموع. قالت هاني هشام طالبة بجامعة خاصة ان المشاركين في الحوار الوطني استمعوا الى كل المقترحات والحلول التي قدمناها. وأضافت أن الطلاب يقومون بتنظيم قوافل طبية ويواجهون تحديات تتعلق بالتمويل والأطباء، لذلك يريد أن يكون هناك تواصل مع وزارتي الصحة والتضامن للدعم بالأطباء والأدوية. احنا نقدر نقدم كتير، الشباب هم طاقة، احنا عندنا أفكار كتير، وفي اللجنة في الحوار الوطني هم سمعونا وسمعوا كل المقترحات والحاجات اللي احنا بنعملها. مستنيين من الحوار الوطني يقدم لنا حلول للتحديات اللي احنا اللي بتواجهنا. احنا مثلا النشاط الطلابي بتاعنا بيخدم مجال الصحة، احنا بنعمل قوافل طبية شاملة، بننزل في أماكن الأشد فقرا والأكثر احتياجا. على مدار 5 سنين عملنا 40 قافلة، ساعدنا فيهم 24,000 حالة، فبس بتواجهنا تحديات زي التمويل، التصريحات، الدكاترة اللي تنزل معانا. فكان مثلا من التوصيات اللي دخلنا قلناها جوه ان عايزين مساعدة، يبقى في مجال التواصل بيننا وبين وزارة الصحة وزارة التضامن، لان هم طبعا اكتر الوزارات هتفيدنا باماكن الاشد فقرا الاكثر احتياجا وتدعمنا بالدكاترة والادوية وكل حاجة. ومن جانبهم أكد ممثل اتحاد طلاب مصر عن رضاهم عن مستوى النقاش داخل جلسات الحوار الوطنية. كما أكد ممثل اتحاد طلاب مصر إنهم طرحوا المشاكل التي تواجه الاتحاد لإيجاد حلول لها. هي مش أول جلسة أنا أحضرها، بس الجلسة دي أنا كنت متحدثة فيها. الحقيقة أنا كنت منتظرة أن أنا أتكلم بصوت طلاب مصر، مش أتكلم بصوتي لوحدي، أنا بتكلم بصوت 25 مليون طالب. وكمان كنت اهم حاجه عندي ان انا اقدر اطرح المشاكل اللي فعلا بتواجهنا، ونقدر ان احنا نوصل لاسرع نتيجه عشان نوصل لاحسن النتائج بسرعه. احنا كلنا كنا جايين بنمثل صوت 25 مليون طالب مصري، فكان كل واحد عنده فكر وعنده جزئيه معينه حابب يوصلها وتحدي معين حابب ان هو يلاقي حل ليه ويوصل الحل الخاص بيه، فكان كل شخص فينا كان ليه الدور ان هو يوصل تحدي معين ويوصل الحل الخاص بيه. بتكلم باسم اللجنه الفنيه،
فبالنسبة لي طالب الاتحاد بيقابل مشاكل كتير جدا، بحيث ان هو يوصل مبادئه واهدافه وان هو يوصل حسه الفني وازاي هو ينشر الفن في نفوس الطلاب كلهم. وفي حاجات جديدة ظهرت احنا محتاجين ان احنا ندخلها على الطلاب اكتر، زي مثلا الفنون الليبرالية. الفنون الليبرالية مزيج من الفنون زي فن الهندسة والشعر والأدب، ودوت بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. فإحنا محتاجين ندخل فنون أكتر، نوفر حاجات مهمة جدا لمتحدين الإعاقة. في شباب رغم أنهم عندهم 16-17 سنة إلا أنهم عندهم فكر مميز، عندهم أفكار حابين يتطوروها. في أفكار أوريدي بالفعل موجودة، بس إحنا ليه ما نطبقهاش بطريقة مختلفة؟ اختلاف الأجيال بتعمل نسبة مشكلة صغيرة جدا، إن أنا عندي فكرة كذا وأنا عندي فكرة كذا، ممكن تكون نفس الفكرة بس الآليات مختلفة. فإحنا لو استمعنا الآليات من فكر جديد اللي هو فكر الشباب هيساهم جدا في تطوير المجتمع. فاحنا سعداء جدا بالفرصه العظيمه دي. بطالب الطلاب والشباب اللي هو لسه طالع الجيل الجديد انه يشارك في اتحاد الطلبه، لانه فعلا هو بناء الشخصيه، هو اللي بيهدف لبناء الشخصيه المصريه القادره على الابداع والابتكار ومواجهه الاتحاد التحديات. اكد الفنان هاني عادل ان مشاركته في جلسات الحوار الوطني شكلت فرصه لعرض العديد من المقترحات التي من الممكن ان تفيد صناعه الاغنيه المصريه بشكل عام. كما اعرب هاني عادل عن سعادته بتنوع الاجيال المشاركه في الجلسات. ان انا اقول مقترحات من عندي ممكن تفيد صناعه الاغنيه بشكل عام، سواء الاغاني في التسجيل والانتاج او بتقديم ايفنتس نفسها او عمل الحفلات، ده ممكن يساعد قد ايه ويساهم في الدخل القومي للبلد. فان احنا كنا بنسمع بعض بصراحة دي بالنسبة لي كانت فرصة حلوة ان الاقي ناس من الجيل اللي قبلي وجيلي وناس اصغر كمان، ان انا بسمعهم وبسمع اراء بالنسبة لي مفيدة، او اعرف اراء ناس تبقى شبه ارائي، فابقى عارف ان في ناس موجودين دماغنا شبه بعض يعني. كما أكد الشاعر هشام الجخ أن الحوار الوطني سينتج عنه نتائج إيجابية، وأضاف خلال الجلسة عن عواقب إهمال اللغة العربية في المجتمع. إن شاء الله هنطلع بحاجات حقيقية، لأن الرسالة موجهة بشكل مباشر لمتخذ القرار وللجهات السيادية. فآه ممكن نطلع يعني إحنا بنقول توصيات، لكن إحنا بنكلم متخذ القرار، فأكيد إن شاء الله الكلام اللي قلناه هيتحول لقرارات حقيقية. أهم اللي أنا تكلمت فيه، أنا تكلمت فيه ما يخصني، يعني كانوا الأساتذة بيتكلموا في الموسيقى وفي البتاع، أنا تكلمت فيه إهدار واضمحلال وإهمال اللغة العربية في المجتمع المصري. أحنا النهاردة ما بقيناش بنعرف نكتب عربي. أعرب المنتج الفني محسن جابر عن تفاؤله بجلسات الحوار الوطني لما تشهده من نقاشات. كما قدم جابر التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهضة التي تشهدها مصر في كل المجالات. هي الحوار ده يعني أنا تفائلت فيه جدا جدا جدا، بعد أن أنا كنت من كام سنة كده عمال بقول إيه إحنا رايحين فين. طبعا أنا شايف النهضة اللي بحيي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهضة في كل المجالات، وأنا بمشي في الطرق بدعيله، وأنا يعني حاجات كتير جدا في تفاصيل بدعيله، بس أنا بقى باعتباري أقدم منتج، أنت منتج في الوسط الفني، وحضرت ريادات كتيرة، حضرت عصر عبد الوهاب، حضرت عصر فريد الأطرش، حضرت عصر عبد الحليم، ثم في الفترة اللي أنا فيها يعني شيخ المنتجين مش عارف اعمل حاجه، مش معقول يعني ان اشوف ان الفن بتاعنا بعد ما كان تفتح تلفزيون تتنافس تلاقي فيه مين بقى؟ تلاقي فيه اصوات ايه؟ تلاقي صوت ام كلثوم، جنبها ورده، جنبها شاديه، جنبها فايزه، جنبها عفاف راضي، جنبها النهارده كام واحده؟ ليه ما بنكتشفش مواهب؟ انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية بمشاركة أكثر من 45 جامعة ومعهد بهدف تنمية مهارات الطلاب في المجالات الثقافية والأدبية والرياضية. المزيد حول انطلاق الفعاليات يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب.
نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل مقر جامعة حلوان، حيث انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية والذي يشارك فيه أكثر من 45 جامعة ومعهد من مختلف المحافظات. يمكن هذا الحدث الفني الكبير والثقافي والرياضي يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ورؤساء الجامعات على أهمية تبادل الخبرات بين جميع الطلاب وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المستقبل ويكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل. يمكن أسبوع الجامعات والمعاهد يتضمن العديد من الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية، ثقافية، أدبية، سياسية، اجتماعية. لو تحدثنا عن الفعاليات العلمية فبالفعل قد تم الانتهاء من تجهيز المعامل التي سوف تشهد العديد من الندوات وورش العمل، ومن هذه الندوات هي ورشة خاصة عن التغيرات المناخية وكيف ساهم مؤتمر كوبا 27 الذي انعقد في شرم الشيخ من تسليط الضوء على أهمية التغيرات المناخية وأهمية طبعا اهتمام الدول بتقليل الانبعاثات وتنمية مهارات الطلاب في هذا الشأن وتنمية مهاراتهم العلمية بالتحديد في قصة أو في شأن التغيرات المناخية. لو تحدثنا أيضا عن الفعاليات الرياضية لدينا العديد من الفعاليات الرياضية التي سوف تنعقد خلال هذا الأسبوع، من الدوري لكرة القدم وكرة الطائرة ولعبة الشطرنج وغيرها من الألعاب الرياضية سواء كانت الفردية أو الجماعية أو المزدوجة. لو تحدثنا أيضا عن تنمية الموارد البشرية وكيف يمكن للطلاب في استغلال مهاراتهم وتنمية مواردهم وأيضا ريادة الأعمال، كل هذه يعني ندوات خاصة سوف تكون متواجدة داخل ورش العمل التي يعني تم الانتهاء من تجهيزها لتشهد مناقشة كبيرة داخل جامعة حلوان بين شباب الجامعات. أيضا جامعة الأزهر لها دور كبير في هذا الأسبوع، وبالفعل كان لنا لقاء مع رئيس جامعة الأزهر وتحدث عن كيف يمكن للمواطن المصري وكيف يمكن للشاب المصري أن يلتزم بدينه وتعليم الدين الإسلامي والارتقاء بأخلاقه ليكون مثل طبعا للمواطن المصري المسلم الملتزم بتعليم دينه. كل هذه الفعاليات هي سوف يعني تنطلق خلال هذا الأسبوع الذي يشمل العديد من الأنشطة المختلفة في أسبوع الشباب جامعات والمعاهد. يمكن هذا ما لدينا من جديد وما أبرز ما رصدناه من خلال انطلاق هذه الفعاليات، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نظمت الهيئة القبطية الإنجليزية بمحافظة بني سويف تدريبا لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يحتوي التدريب على تدريب تثقيفي توعوي للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة والإيذاءات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها وآليات الحد منها. التدريب ده خاص بالأسر الأشخاص ذوي الإعاقة واللجان المنتخبة ومجالس الإدارة، وده بيتكلم عن قضايا العنف والتحرش وخاصة للمرأة ذوات الإعاقة. بنتعامل بنكون في التدريب بنعلمهم وبنعرفهم كويس جدا بحقوقهم وبنعرفهم كمان أنواع التحرش وإزاي كمان بتحمي أطفالهم وأولادهم من أي إزاءات. إحنا المجلس القومي للمرأة بنشتغل على ملف المرأة ذات الإعاقة، بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوصل رسائل التوعية المتعلقة بكافة الانتهاكات مناضلة العنف ضد المرأة، إزاي إن هي تحافظ على نفسها من التحرش، ولو أم الأشخاص ذوي إعاقة إزاي إن هي تعرفهم حقوقهم وإزاي إن هي تحافظ عليهم وإزاي إن هي تتم دمجهم داخل الأنشطة التنموية المختلفة. بشكر الهيئة القبطية الإنجيلية للتحالف الوطني، بشكرهم والشكر الكبير ليهم إنهم وقفوا وساعدوني مع ابني وكل الجمعية إنهم وقفوا معايا وعلموني إزاي أتعامل معاه. أنا جيت النهاردة عشان أحضر ندوة تبع الهيئة القبطية الإنجيلية للتحفل الوطني، وتعلمت إن أنا أحافظ على نفسي وأعرف أخد حقوقي كويس. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع شروق حماد الدين. شكرا لكما هبة وإيمان، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسوماً توضيحية تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 71. ورصد التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح، حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة. ومن جانبه أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعداداً لمواجهة تأثيرات تغير المناخ. أكد وزير المالية محمد معيط أن البنك الآسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا. وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023، مشيرا إلى أنهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي. كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات الدول الأعضاء في مصر، موضحا أن البنية التحتية في مجال المواني تشهد تطورا كبيرا، وأن تلك التطوير وذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالمواني. يعني العالم بيعاد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد، ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس، سيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين، وادي اجتماعات البنك الآسيوي دي فريدة من نوعها. معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة، وفي أمل كبير جدا أننا نجتاز كل هذه الصعوبات، لأن الدولة اللي قدرت تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان. انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقلنا ان البنك يعني عنده 106 عضو ورأس ماله 100 مليار دولار، ومصر من الاعضاء المؤسسين في هذا البنك، يعني من الدول الإقليمية بالنسبة للبنك من حيث التأسيس ومن حيث التمويل، وبرغم انها دولة في قارة افريقيا ويعني لها حصة في رأس المال ب 650 مليون دولار. البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم، الهند والصين وبروكسل، فدي يعني أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع تقدر ب 13.7%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال نفس العام. في
أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياته خلال 10 أشهر، ويأتي صعود النفط رغم قوة مؤشر الدولار الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 90.65 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 3.14%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.8% لتصل إلى 87.51 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 15% لتصل إلى 3.3 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مدير إدارة آسيا بالخارجية الروسية جورجي زينوفيوف إلغاء سياسة الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين. ونقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي الروسي قوله إن حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية نمت بوتيرة سريعة جدا مع حلول عام 2022، حيث كانت تبلغ حوالي 25% قبل أن تتجاوز حاليا نسبة 80%، منوها بأن الأطراف الاقتصادية الروسية الصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم هبة وإيمان. شكرا لك شروق. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ عبر سبل الدبلوماسية. وذكر الإليزي أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سياق تقارير عن حشد أذربيجان ووسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من كاراباخ. وأكد ماكرون مجددا تمسكه بحل الأزمة الإنسانية في ناغورنو كاراباخ وتسوية عادلة ودائمة للنزاع امتثالا للقانون الدولي والدبلوماسية. روائي مفكر فريد من نوعه أثر الحياة الثقافية بالعديد من المؤلفات التي جابت شهرتها الآفاق، وترجمت رواياته وأعماله الأدبية لمعظم لغات العالم. هذا الروائي الذي عرفه الجمهور من خلال رواياته الوتد التي تحولت لمسلسل شهير وفيلم سارق الفرح، إنه الروائي والمفكر خيري شلبي الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته. الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. أخبار الطقس مع شروق عماد الدين مرة أخرى. شكرا لكما مجددا إيمان وهبة، أهلا بحضراتكم من جديد. وآخر جولاتنا لهذا اليوم وأخبار الطقس ودرجة الحرارة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقع غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 36-26، إسكندرية 34-24، مطروح 33-24، بورسعيد 33-25، إسماعيلية 37-25، السويس 37-26، العريش 33-24، طابة 34-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-29. أما عن الأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 41-30، وحلايب 26-39. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Es algo más intrépido, le gusta más estar más independiente y le podemos ver pasar menos tiempo con su madre. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. رئيس السيسي يشارك بقمة مجموعة العشرين ويرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة. الرئيس السيسي يعرب عن خالص العزاء للمغرب في ضحايا الزلزال ويؤكد تضامن مصر مع الأشقاء في المغرب. مدبولي يتفقد سير العمل بالمتحف المصري الكبير ويشدد على ضرورة رفع كفاءة وتطوير المحيط الجغرافي حول المتحف.
ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. أهلا. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا هبة؟ عاملين إيه؟ كله تمام. على ما يبدو أن إحنا عموما كأفارقة واخدين خطوات كويسة وانضممنا لقمة العشرين، ده أكتر برضو من رائع. وأظن أنه في جزء كبير من ده هو جهد مصري حقيقي في إيصال وجهة النظر الإفريقية يعني. واندماج الدول الإفريقية من خلال عضوية في قمة العشرين طبعا دي خطوة صحيح. ملموسة زي ما بأكيد برضو جداً. يمكن على صعيد آخر بنعزي الشعب المغربي الحقيقة في وفاة الضحايا نتيجة الزلزال اللي حصل هناك، يعني ربنا يرحم الجميع. ربنا يرحم الجميع. والحقيقة مصر أعربت يعني في بيان عن خالص عزائها للأشقاء في المغرب في مصابهم الأليم، أكيد قلوبنا كلنا معاهم. ربنا يرحم الجميع يا رب. أشكركم مرة تانية واستأذنكم نبدأ فقرتنا. شكرا لك.